شنا تقرب له هذا هذا باش يدخل تقربوا له قال الله باش يدخل هذا البلاط ديالك دين تما برافو يا صافي ها بدا كيدخل والله الا بدا كيدخل بالله انا ما مزيون قرب قرب علينا كيضرب انا بدا كيدخل والله الا بدا كيدخل واخا والله الا بداو كيدخلوا بالله ها هو بداو كينزلوا وحده بوحده ها سبحان الله شوف شوف ها بدا كيعيط لاباتيات بدا كيعيط لاباتيات اه بداو كيعيطوا الاخرين ويدخلوا بدا كيعيط لاباتيات صافي غتعمل لبسه؟ لا لبسه ياك ما نسلك في حالي من هنا؟ راه ضربة ديال الحال مع صاحبي دخل عندك بقى نعيط على العدو بدا كيدخل بدا كيدخل الحمد لله سي سبحان الله سي سي عرفتي انا كنت منزل لهم هذه بعيدة سي 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 شاف 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 انهم يقتحمون المملكة سي 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 يا سلام ما شاء الله ما شاء الله شوف وليدي شوف 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 سي 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 كينا ديال العباطية سي 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 تبارك الله مزيون ها شي الخدمة العقار الله راه شاف 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 لا إله إلا الله سي 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 دابا كيعيط لاباطيات بارك الله والله العظيم اخي واه لاباس اصاحبي قبيلة كان خاصك تفكر له فكر له ولكن خليك تيترسى شوية دابا كيتنعب بلاصة وهذا فيه الريحة الشبع فيه الريحة الصندوق القديم كان فيه النحال القديم دابا سيمانة كنت زودتو هذا خويتو سي 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 الحمد لله اللي تخلق بالما يهرب لي انا رزقي رزقي اخي رزقي هذا خوا هذا خوا رزقي ما بغاش يسمع فيا شو العربي خوا من هنايا ومشى ليه ما مزيون خوا من هنايا ومشى ليه دابا هرب من هنايا وتعرضتي له ليه هنايا بلاصه محميت بزاف البارح جبته البارح جبته كان مات ايوا هذاك الصندوق حسن اصاحبي داعين بها شوف 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 واش داخلين له شوف بيبر تبارك الله هذا ان شاء الله نخلي هنايا ونعاونو شويه ونقابلو باش نطلعو من الغاب ايه اول مره كتشوف هيدا كي راه ليك الخير الخدمه ديالنا شما قال لك هو لا بهذه الطريقه هذه زعما كيدخل الدخولية ما هو كان ندي الصندوق ونسيقو صراحة أول مرة كنشوف واخا عمري في النحل وما شفتش شي كيدخل بهاد الطريقة هادي واقيلا أنا غندخل معاهم يا خايب يا ودي زعما كيعاد شي دابا عرفتي علاش حسدتيني دابا خفتي أنا ربي تجن حين عاود عرفتي راه خايب ما كيعاد شي دابا حسيت شي النحل دابا فهاد الساعة هادي خصو بلاصة ما كيفكرش في عاد دابا كاع ما كيديهاش في العط دابا شو كاين هادي بعطياتو بالجناح شو كيفاش واقف هذاك هذاك النحل اللي واقف من فوق الصندوق كامل كيف كيرفرف باش النحل يدخل يتوجهوا للصندوق اولا كيبرد عليهم وقيلا هما دابا سخونين بزاف كيبرد عليهم جوج هما سخونين داك اللي مجموعين بزاف هذاك سخونين هو كيبرد عليهم صغير شويه ايوا الحال هايدا الدال اخي الخايب هايدا ودي صافي هو عندك هنا مزيون ما شاء الله انا غنسلك اخا صافي تنوب اللي مازال ان شاء الله